طيب الجزء اللي فاضل هنتكلم فيه يمكن بسرعة شوية على لو أنا عندي ميكستشرز. لو تفتكروا احنا في الأول كنا قلنا إن الأدزوربشن أيزوثيرم بيبقى فانكشن في كذا حاجة، منها الأدزوربنت ومنها الأدزوربيت ومنها درجة الحرارة ومنها برضو الأدزوربنت ده الأدزوربيت آسف موجود لوحده ولا مع حاجات تاني. ودي حاجة برضو من الحاجات اللي بتخلي الموضوع معقد جدا 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 جدا، لان انا مش دايما بيبقى عندي الرفاهية ان انا اختار السيستم بتاعي بحيث ان هو يبقى الحاجة اللي انا عايز اشيلها الادزوربيت ده موجود لوحده. يعني مية مثلا فيها هيفي ميتالز، لا المية دي ممكن يبقى فيها هيفي ميتالز وممكن يبقى فيها املاح وممكن يبقى فيها دايز، فيها في حاجات كتير. فانا مش بمزاجي ان انا اختار الحاجة دي انها تبقى موجودة لوحدها علشان اشتغل عليها. فبيبقى من المشاكل اللي بتقابلنا ان انا اتعامل في حالة الادزوربشن بان عندي سيستم في حاجات تانية، مش بس الحاجة اللي انا عايز اشيلها. ولو تفتكروا احنا لما كنا اتكلمنا على الجزء الاكسبيرمنتال قلنا ده انا علشان اقدر اشتغل يعني خلينا نرجع نشوفها كده. لما جينا هنا قلنا ان انا علشان اقدر اعرف السيستم بتاعي هيبقى هيفي ازاي انا لازم اشتغل عند السيستم ده عند درجة الحرارة دي، وان قلنا ان انا هنا كان درجة الحرارة هنا كانت غير هنا، فكان شكل الايزوتيرم مختلف والايكوليبريم كان مختلف، ولما اشتغلت بنفس الادزوربيت بادزوربانس مختلفة كان برضو شكل الايزوتيرم مختلف. الموضوع بارامترز فيه كتير قوي. فانا في العادي لو انا عندي بس سنجل كومبوننت او سنجل ادزوربيت في سيستم، انا بحتاج اعمل تجارب كتير جدا علشان اقدر اعرف السيستم ده هيشتغل ازاي او هوصل للايكوليبريم ازاي. فما بالك بقى لو هو كمان دخلت عندي بارامتر جديد اللي هو الكومبوننتس التانية اللي موجودة اللي ممكن تبقى يتعملها ادزوربشن. يعني انا مش بس عندي كومبوننت تاني وخلاص، لا ده الكومبوننت ده ممكن يتعمل له ادزوربشن هو كمان على السطح بتاع الادزوربنت مع الكومبوننت اللي انا اساسا قصده وعايز اشيله. فالموضوع بيبقى معقد جدا 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 جدا، ومش قابلة للتوقع. يعني انا ما اقدرش اقول مثلا ان انا لقيت ان انا بوصل لإيكوليبريم كونسنتريشن مثلا ان الكيو هتبقى برقم اكس مثلا لما الكونسنتريشن كانت ب100، فانا لما مثلا يبقى عندي كومبوننت تاني ال100 دي هتبقى 80، لا ممكن تزيد. يعني ممكن تبقى 120 وممكن تبقى 80 ممكن تبقى 70. يعني انا ما اقدرش اتوقع. التجارب اللي الناس عملوها لقوا ان هو يعني الموضوع خارج حدود التوقعات، ان انا ما اقدرش اقول ان علشان ان انا عندي كومبوننت تاني ممكن الكومبوننت التاني ده ينهانس الادزوربشن، يعني يخلي الادزوربشن احسن، ممكن يعمل يخليه اوحش. انا ما اعرفش، انا عشان اعرف الحكايه دي لازم اعمل الاكسبيرمنتس بنفسي. وهلاقي ان من المشاكل برضو اللي بتقابلني ان انا او الحاجه مش مشاكل، يعني الحاجه اللي مش مخليني اعرف ان انا ما اعرفش الفانكشن جروبس اللي موجوده دي بتتعامل معاهم هما الاثنين ازاي. يعني الموضوع في الثيرمودينامكس بتاعته معقد جدا جدا جدا. فموضوع هيبقى بقى ليه علاقه بالتوزيعه بتاعت الفانكشنال جروبس على الادزوربنت نفسه وعلى الانتر اكشن ما بين الادزوربيتس وهو بيعمله ازاي. فبيبقى الموضوع يعني صعب التعامل معاه جدا جدا جدا. بس يعني في بعض الناس عملوا ايه، يعني طبقوا نفس النجماير ثيري على المالتي كومبوننت او الميكستشرز، يعني بحيث ان هم يحاولوا يطلعوا بموديل شبهه بس للمالتي كومبوننت او للميكستشرز. يعني فقال لك طيب انا هيبقى عندي الكي بتاعت الادزوربشن للكومبوننت A في البارشال بريشر بتاع الاي في 1 ماينس الثيتا A وثيتا B، لان انا ساعتها بقى انا عندي النسبه دي مش هتبقى بس نسبه A، ده انا عندي نسبه متاخده الاي ونسبه متاخده البي خلاص. وA وB الاثنين هيبقى كل التوتال اريا الاوكيبايد باي ادزوربنتس، يعني بس شويه منهم مع A وشويه مع B، هيساوي الكي بتاع ديزوربشن بتاع A في الثيتا بتاعت الاي، وده برضو الكي بتاعت الاي
بتاعه الادزوربشن بتاع البي في البارشال بريشر بتاع البي في نفس البراكت هيساوي كي بتاع الديزوربشن بتاع بي في الثيتا بتاعه البي. ويعني بعض الشغل بقى الرياضه زي اللي احنا عملناه من شويه هلاقي ان انا عندي الموديل شكلها بقى عندي كيو اي ام في الكي اي في البي على 1 زائد الكي اي. يعني هنلاقي ان هو الموديل بقى اكثر تعقيدا بكتير من المره اللي فاتت. انا مش هدفي ان احنا نعمل حسابات وكده، انا بس عايز الناس تبقى متخيله ان او تبقى فاهمه ان الموضوع ما هوش بسيط ان انا اقدر اتوقعه، ومش يعني مش حاجه اللي هي اقدر اعملها موديلنج بسهوله. ودي يمكن من مشاكل برضو بتاعه الادزوربشن، انا ما اقدرش اتوقع هو هيعمل ايه يعني، والا لو بقى سيستمز زي حاجات بقى اللي هي الاستابليشد ومعروفه وشغاله في الاندستري والناس هرستها يعني، زي مثلا ان هو سويتنج بتاع ناتشرال جاز ان هو بيشيل اتش 2 اس من ناتشرال جاز مثلا يعني هو معروف. وفي الغالب برضو هم بيهتمش قوي باللي احنا بنعمله ده، يعني هنشوف قدام بيبقوا بيعملوا بقى البريك ثرو كيرفز وبتاع علشان يقدر يعرف الدايناميكس بتاعته عامله ازاي، لكن الايكوليبريم ما بيبقوش مهتمين قوي، لان انا في الاخر انا اللي يهمني ان انا اشغل الكولوم ويشتغل. بس الجزء النظري ده يمكن ما بيبقاش هو الجزء اللي الناس بتهتم بيه قوي. اخر حاجه هنتكلم عليها لو انا عندي سوليوت من سولوشن، يعني اللي فات ده لو انا عندي ميكستشر بتاع جازز. هنا لو انا عندي بقى سولوشنز يعني مخلوط فيه برضو حاجات كذا حاجه وعايز اشوف بقى بتعامل ازاي. في العادي بيبقى الناس بيشتغلوا اكتر على الجازز المودلز اللي فاتوا، يعني هتلاقي ان كلها بيحط بريشر يعني قليل لما بتحط كونسنتريشن. بس يعني لو انا عندي السوليوت ده الكونسنتريشن بتاعه قليل بقدر اتعامل معاه كان هو يعني ايه جاز بيور جاز، وبقدر اشتغل باللانجمير وفريندش ثيرمز وبيبقوا فيت كويس جدا جدا جدا. السوليوت لو الكونسنتريشن بتاعه كويس بيبقى الموضوع معقد جدا. ومفيش بقى ليه موضوع يعني سخيف. يعني انا لو انا عندي سوليوت وعندي سولفنت، يعني انا عندي ميه وفيها حاجه خلاص، والاثنين واحد فيهم بيحصل له ادزوربشن ماشي. لكن احيانا بتبقى المشكله ان السولفنت نفسه ممكن يحصل له هو كمان ادزوربشن خلاص. فانا ما بقدرش يعني زي ما مكتوب هنا there is no pure distinction، ما بقدرش يبقى عندي يعني حد فاصل ما بين الادزوربشن بتاع السوليوت والادزوربشن بتاع السولفنت. فاحيانا السولفنت نفسه ممكن هو كمان يحصل له ادزوربشن. يعني في حاله زي الميه امرها سهل، يعني في الغالب الميه ما بيحصلهاش ادزوربشن تقريبا، يعني الا لو انت جايب حاجه زي سيليكا جيل يعني تعمل ادزوربشن للميه. بس يعني لو انا بتكلم على الحاجات بقى اللي هي زي الاكتيفيتد كربون والحاجات دي اللي هي بتعمل ادزوربشن سواء بقى اورجانكس او هتعمل هيفي ميتالز او هتعمل لدايز والحاجات دي، الميه ما فيش منها مشكله. لكن انا عندي سولوشن في سوليوت وسولفنت والسولفنت ممكن يحصل له ادزوربشن، دي بتبقى ماساه بقى. انت هتعرف منين الادزوربشن ده اتاخد من ده ولا اتاخد من ده؟ طب ولو انا عندي السولفنت ده اخد مكان من الادزوربنت، طب انا يعني ممكن اجيب سولفنت تاني يكون ما بيعملش ادزوربشن، طب السولفنت تاني ده بيعمل ولا ما بيعمل؟ يعني شغلانه مزعجه جدا جدا يعني. ف يعني اللي انا يعني عايز اطلع بيه من الجزء ده ان احنا تاني ان احنا نفهم موضوع الادزوربشن تفاصيله كتير، واحنا في حاجات كتير مش فاهمينها، وده اللي مخلي او مش بنقدر نتوقعها ومش بنقدر نحسبها. والبارامترز اللي فيه كتير جدا، سواء الادزوربنت نفسه والفانكشنال جروبس اللي عليه او الانتر اكشن ما بين الادزوربشن والادزوربيت او الادزوربشن الانتر اكشن ما بين الادزوربشنز الادزوربنت مولكيولز وبعضها، ولو عندي كذا كومبوننت ولو عندي درجه حراره مختلفه. فالحاجات دي كلها بتخلي التعامل مع الادزوربشن او عشان اقدر اجيب الايوثيرم واعرف الايكوليبريم حاجة يعني ايه من الصعوبة بمكان يعني. بس كده. مرة جاية ان شاء الله هنبتدي نتكلم بقى على الكيناتكس، ان احنا نشوف ازاي الماس ترانسفر بيحصل والحاجات دي، ودي هتبقى حاجة ظريفة ان شاء الله. فنشوفكم المرة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم.